لو عدنا لتاريخ ماكينة الخياطة، ففي العام 1790 ميلادية تم اختراع أول ماكينة للخياطة على يد المخترع البريطاني توماس سانت، ولم يستخدم الإبرة التي اخترعها العالم الألماني واينشتاين، وكانت معدة لخياطة الخيش والجلد. وفي العام 1830 ميلادية قام خياط فرنسي يدعى بارتميلي تيمونييه بتسجيل براءة اختراع لأول ماكينة خياطة عملية، وكانت تستخدم لصناعة بالذات الجنود في ذلك الوقت. وفي العام 1846 ميلادية سجل إلياس هاوي براءة لماكينة خياطة لها إبرة بثقب ولها مكوك وتقوم بالخياطة بشكل مستقيم، إلا أنها لم تلقي رواجاً. بعدها وفي العام 1851 ميلادية قام إسحاق سنجر باختراع أول ماكينة للخياطة لها ذراع صلبة وطاولة لكي تدعم القماش بشكل عمودي، ولها دواسة تحركها الأقدام بدلاً عن الدواسة التي تحركها اليدين. فيما بعد تم تصميم أول ماكينة كهربائية من شركة سنجر في العام 1889 ميلادية.